بنكمل بعض طبعا. ويمكن لما اتكلمت ان احنا النسب اتعدلت فده كان بسبب شغل كويس جدا 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 مع مخطط الاحمال, وكان وقت كاس العالم, لان احنا زي ما قلت لك كان جون كايلي اللي معانا اللي هو دلوقتي مسؤول عن تقليل الاصابات بتاعت الخلفيه او الهامسترينجز في نادي برشلونه. اه طبعا انت جزء كبير من الموضوع في اي حته في الدنيا بيبقى عندك حاجه اسمها السياسات الوقائيه بتاعتنا وسياسات الاستشفاء, جزء منها الريكفري كويس وجزء منها النوم, الحفاظ على النوم بشكل كويس, وجزء منها النيوتريشن التغذيه, وجزء منها التمارين او الجزء اللي بيقوم بيه السبورت ساينتست اللي موجود او مخطط. على فكره بالمناسبه هو مش لازم يكون العالم الرياضي اللي موجود السبورت ساينتست يبقى هو مخطط الاحمال, هو ممكن يكون مخطط الاحمال موجود ويبقى فيه يعني ناس تانية بتساعده في هذا الموضوع. يعني في حاجه مشهوره جدا اسمها فيفا 11 بلس, ده بروجرام عملته الفيفا للاماكن اللي ما فيهاش امكانيات عاليه, ازاي مجموعه تمارين تتعمل لمده 20 دقيقه مرتين في الاسبوع, هي عباره عن تمارينات وقائيه, وده سهل جدا ان هو يتطبق في اي مكان في العالم, بدايه من فرقه ناشئين لحد فرقه بتلعب في اعلى مستوى. لو التمارين دي اتطبقت لقوا ان هي بتقلل الاصابات بنسبه 43%, ده رقم ضخم جدا انك تقلل اصابات فرقتك نص الاصابات تقريبا, ده رقم عظيم جدا. في الجي بي اس لما بتعرف الحمل بشكل عام بتاعك بتاع التمرين, كل دي حاجات وقائيه تقدر تعملها علشان تمنع حدوث الاصابات العضليه.